الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. قبتنا عن كسرنا هاي وباك غير هذا كينجز باك وأنا باك أدوين بقولال مسلمين أي هلكن كعيدي مانتا أو الصومال دونه أي كم تهاي. مناسبة عيد هلكن أي واحد كسر قب غير هذا أبو فربضان أو دجن مقالة بيت قلبيت كأستراليا. يدو مناسبة سيدو كلا أي سوق من قابين مسجد كا الفرقان أو الدنيا إن الصومال ده لو يبيو لكن مقالة بيت أي هذانا واحد عن لكل مقار كم ده. dadkii soomaalida halkan ka soo qayb galay inay ku ciidaan munaasabada ciida waxana aan weydiyay baldareenkooda iyo waliba sida ay u salaamayaan ehladooda asxaabtooda meel walba ay dunida ka joogan waxaan salaamayaa umada islaamka meel kasto ay joogan waxaan leeyahay kula aamu wa antu bi khair waxaan salaamayaa gaar ahaan umada soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan salaamayaa inta muuqayga maqalkayga tamaq muuqayga maqalkayga taqaano عيد مبارك مقعي وحال دا صادق حاج حاشي وحان ميشان كسلام يا دمان مسلمين تا صوماليين ميل كستاي تشوغان وانا ينو السلام يا عيد مبارك ميشان وحال لوغو تبرع يا مسجد كالفرقان مركا ومد الصومالي ميل كستاي تشوغان ايغانا هاكالاقب غلان عيد مبارك كل عام وانتو بخير وحان ميشان also امهد علني يا تي في يونيفرسال او عيد دا سفر حدله كل قيم قاطي وحان ليه مسلمين تي ميل اي تشوغان با عيد مبارك وكل عام وانتم بخير إلهي كوا نبت كجارة سنة كان سنة كي سكرة يا برواقة يا أمن إلهي أنا قد يقو ولا له إن سو مرد أنا نبت إلهي هذا حد يقو عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان مصحح سلام يا مسلمين تا عالم كودن المسلمين تا عالم كودن مثلا يا خاصة المسلمين تا أستراليا يا مسلمين تا كينيا يا كوا صوماليا يا كوا إثيوبيا شو عيد مبارك ما له وحن شعلان لها إن قاتو وقت كان ليسي كفايريستو مسجد وين بانو كده سينا هذه الله كرال للنقضه مقالة ده بيت وسن أستراليا أون شاء الله هنا المسلمين تورن إيو الصومالي دو خاصة أنا كغيب غاتان مسجد وين أو مدور أنا سقطي ما دو عندنا هنا كوك بسنا أو عرورتي نكو حفظنا إلهي نكو حفظه إن إلهي درتي ودسنا أو أن مالك نقشنا إذا نجنا إلهي دم بينو قدم بدافو إلهي خاصة عرورتي يهون كبي نكو حفظه إيه نفتي نبأ إلهي على بنو جبت بادي مساجد كه هلا جوا دقيب قاتو دمانتين هلا جوا دقيب قاتو وحن سلام يا كل هلا كن كسلام يا عائلوين كيجي أو تشوج بيت عروتي دي محمد عرب عبد الله أحمد عبد الله عرب سلمى أحمد عبد الله عرب سمية أحمد عبد الله عرب يا حاسكي فاطمة حسين حاشي وحن سلام يا كل حاسكي أو تشوج تنيروبي سينب سينب أحمد محمد يا عاش أحمد عبد الله عرب وحن سلام يا كل حاسكي أو تشوج تشكشكا فرح عبد الوهاب يويل كي عبد الرحيم أحمد عبد الله يا عبد الرحمن أحمد عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحنا السلام يا دتك إسلام كامل كستوي تشوجان جارهان سومالي ذا أنت ما قاعد مو قاعد قبل تقالنا أنا نقول كويدي إن ما أنت كينجز باك مقالة ذا بيرث أي أدور هم بلين يا أنا كفر أحسن ويل كي يركع عبد الله هنا إنه يري يهير كيودن كارهان واحد سلام يا ولا الله يا ولا الله ذهير ملبون خضر عيال كده مشاهد كالفرقان ولا قد يسوي قبل كا ويسترن أستراليا يا واحد ليه لعدد كسوم على ده أنا كقريب قلان سي كعفرن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا ده أقوين أولى هاي مسجد أما مال لو عبادة استو أيا وحكة ورمي شق عبد الله واحد سلام سلام يا دمان مسلمين تمل كستي شوكان كارهان ومدة الصوماليات يكونوا مجالا محبث قلبيت كأستراليا عارف فرصة ده أنا وقف هاي استو إلى نودر فرين دمان مجتمع الصومالي يكون المجال ذن يدمان محوها هاي ودم هذا كله وحوي يعني وسترين كا فرين تاسوا إن كقب قاتان مشروع مساجد كا مسجد الفرقان of W A ولا لي السيدة دكتهين مساجد كوح ومهمة ولا هي ذكر مسلمين تا نلشوا ده وأنا أساس كي لبنى ذا كوات ولو بعين يقف كمسلم كاهي إنه فيس قريه سيدا سين أهاين أم بيجي رب سبحانه وتعالى وصادره صادره حد قرن إنسان نبي الله إبراهيم أي تاجي مساجد كي وجوه الرئي وادون كل جت تاجو يسوع عن جوري يهان تكلا كل هاي مكة مسجد الأقصى حد قرن إنسان فضل يا قيمة ولي يهين وحى يسوع عن دسي إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام أفرت صنادو طيو كدن بي مسجد كا حرم كا مكة
رسولكنا عليه الصلاة والسلام سيدا سلمدا أيو مركو كتغي مكة ومدينة وتغي شيء يقول ري وقبت رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها إنو رسي مساجد كيسة وحد قرانا يسا مرك رسولك عليه الصلاة والسلام إنو مدن لنولا من صحابيا يسوون قولي إيو هاي لهاي سيدا دراديد أي أنا ونا وحانو باهان نهاي مقالادنا إنو تشوغنو وإنو قريب كن نهاي ومساجد إنو كلا هاين إنو كدسنا بيد الله سبحانه وتعالى أوليهاي إنو وإنو كو عبادي سنو إلمينو كو عبادي ستان إلما هاي طلعان كو عبادي ستان مسلمين تعالي سردقين نهاينا إي كو عبادي ستان فرينتاس وحان كو عدسان يقف كستبينو إن شاء الله تعالى كاقب قاتل مشروع مساجدك مدو إنو سو ودني لأن أكتين هاد إنو محوان هاي السحيح دونو مسجد الفرقان إنو سحيح دونو محوان هاي مسجد الفرقان كونتراك تقيسي كاسو أفر مليانة إن شاء الله تعالى وحرجين يقف الباينو بحيو قيبتي سو بحيو سجايد ويبسدو من والدك ويبيو من وريرك يقيسك سو ويبيو إن شاء الله تعالى وحن كعطسنا يا ولالا كري صوماليات يكون والوحاوية نوستريان كسيدة إنجريس كيوروب انتي هذا كالي سيدة عن أولاد اسنين مساجدة إنا نولاد اسان إن شاء الله بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وحن لي كل عام وأنتم الخير أن دمان أمد الصوماليات ملك سيجوكتو أن عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك een waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan aqyaarta taqaana saaxiibaday een waaridkii hooyaday iyo een haaskii carruurteeda dhamaan waxaan kala salaamayaa umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto een waxaan leeyahay een sanadkan sanadka kale Ilaahay in gaarsiiyo ciid dhamaan waxaan halkan ka salaamayaa caalamka Islaam waxaan leeyahay ciid mubaarak qasatan Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak Ilaahay waxaan ka barayaa sanadkan sanadkiisa in wadankeena aan ku wada ciidno سيقاس وحن السلام يا هويدي دشة حسن حاج محمد عمر يا هبيرتي سينب حاج محمد يا هويدي لبات سينب عبد الله نور يا ولا شيء أنجي علي دكتور رئيس الشكري محمود معلن شكر مودي يا ضمان أنت ولا له إلى دار تميل بيجوعان إني كذا إن أنا ولا له النهاية محمد رشيد حاج حسين وحن السلام يا دون سيدو كود نور أنت إسلام ميل بيجوعان وحن لها عيد وعيد مبارك عيدا عيد يد الله نوقر سي بش بشي برواق يا انت ان صحبت اذا ان قرنا او موقال كي قرنا اسميل بدافد ادويد كل ليهين يا ولا له يقدر ميل بي جوغان وحن لها عيد مبارك عيد مبارك دمان هلك وحن كسلام يا امه الاسلام كمل كست اي جوجته وحن سلام يا مركل انا فرصه ده كفايده سنه مغعيقه محمد موسى محمود وحن سلام يا والد كيغا عيال كيغا dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan kala salaamayaa wariyaha Baafa oo nagu soo booqday magaalada Best thanks brother alaykum magacaygu waxa laa maxamed maxamuud goore waxaan hadda ka ku nool Western Australia waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo inta muslimka ah meel walba joogta gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday qaaliga Saara Daarood Hussein ayeeyaday aabahay walaalahay dhamaan family-ga inta ila joogta iyo inta islaamka waxaan mahad gaar ah u celinayaa Masar Baafa oo nagu soo booqday Western Australia السلام عليكم مرعي وحواي ورد عبد الرحمن ما انت هلكن وحان كسلام يا مسلمين تميل والبي تشوغان وحان لي عيد مبارك وحان كلا سلام يا اهل ذي ذا او كلا تشوغا صوماليا ان ماركتي يوروب ان وحان لي عيد مبارك دمان عيد وناك عيد مبارك كل عام وانتم بخير وحان هلكن كسلام يا دمان مسلمين تا ملك استو اي جوغان وحن نقوم بلين عيدا عيد ذلك لأنه إن شاء الله خير وأنا كجارسيو ذلك لو حن هلكن كسلام يا دمان والدين تيدا أهل كيجا ولا الله هيجا ملك استجوجان وحن لا هي كل عام وأنتم بخير وهرين وحن سلام يا هو زين عبد الله النور دمان رير عبد الله النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا أنا جو إيه حبيب محمد عبد وحن سلام يا دمان مسلمين تأكل ملو بيكونوا ليهن أنت إجرنا إس أنت إجرنين إن شاء الله وحن لعيد مبارك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله بإذن الله الكريم وأنت وأن كنت كنا أنت وأن عيد السنة الحمد لله وأنا كفر أحسنها إن شاء الله بإذن الله الكريم دمان كل أهل ذا قرابة كل وان وذا سلام سلام عليكم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير اهل كيغو داني فامل كيغو دانا ان شاء الله ميشان عنك سلامايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحنك سلامايا هو يدي معان ولا له دمان تود اهل دا اذا قرابة دا اذا دمان كو كلانون ادونت كدافه سا كل قد وحن له عيد مبارك عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومكم صالح الاعمال انا اهم مقا عيقو حبيب عبد العلمي
waxaan halkan ka salaamayaa dadka ugu horeeya abahay Cabdi Cilmi iyo marwadeeda Xamdi Cali Sahal ee iyo dhamaan muslimiintu meel ay joogtaba iyo dhamaan muslimiintu meel ay joogtaba aan inta kadib aan waxaan rabaa fursada qaaliga inaan kaga faa'iideysto ATV Universal TV uu siiyay aan inaan u sheego muslimiinta Australia guud iyo Australia iyo guud ahaan ee caalamka Islaamka oo dhan ee dadka muslimiinta jooga inay ka soo qayb qaataan fursadan qaaliga ah ee masaajidka lagu dhisayo magaalada Beth ee ay noo fidiyeen walaalahanaga ee Masjidul Al-Furqan. Sidoo kale waxaa goobta aan kula kulmay markiskan ee Sheikh Cabdul Qadir Warsame oo isna ka mid ah culimada galbeedka Australia gaar ahaan magaalada Beth, waxana uu ka warbixinayaa ahamiyadda Islaamka u leeyahay in la sameysto meel lagu cibaadeysto ama lagu tarbiyeeyo caruurta. Waxaan leeyahay muslimiinta intana maqlaysa iyo intana arkaysaba, maadaama aanu ku jirro maalmihii barakaysnaa oo ciidul mubaarak, waxaanu leenahay ciid mubaarak wa kullu caami wa antum bikhayr, taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal. Intaa ka bacdi walaalaha muslimiinta oo meel kasta jooga iyo kuwa magaalada aanu joogna dhammaan tahniyadaas waanu gaarsiinaynaa. Tahniyada ka bacdi waxaan xusuusinayaa aayaddii hadda aan ku bilowday kelimadayda oo ahayd يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قفك سابها في ريو وحا وبري هور مرسانيو نول بادون كان وكتك يا مال مكو من بوكول يا هي وحير النبي عليه الصلاة والسلام مالكم ما قدمتم ومال غيركم ما أخرتم. صحابة أيو ويديي النبي عليه الصلاة والسلام وحير أيكم أحب إليه من مال غيركم من ماله. كغسير صحابتي ما منا الا وماله احب اليه من مال غيره. قال النبي وحده صلى الله عليه وسلم مالكم ما قدمتم ومال غيركم ما اخرتم. حولها واحد كل هذا انت هور مرستي كلمه واحد وجه هذا ولا لها مسلمين تا ومقالتها باس جوغا وحي هيسان ميسان يرتا وعريريغا وكريسان كومونيتي مسلمين تا صوماليا غير كذبه meeshaasoo nagu yaraatay baakin ahaan iyo guda ahaanba nagu yaraatay oo tii dawladdii cadad yar mooyaane oo 30 qof ka badan uma aanu ogolin magaaladana in ka badan 5,000 oo qof baa ku nool oo muslimiin ah. Marka waxay heleen dhul weyn oo waasac ah oo ay rabaan inay iyaguna guri Ilaahay ka dhisaan, muslimiintana uga faa'iideeyaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisana ay ku koryeelaan. Marka laakiin waa dad yar dadka hawshan u sacyinaya, Ilaahay amalkooda ha barakeeyo. Waa dad yar dadka u sacyinaya, gacantooduna ma buura walaalaha muslimiinta oo magaaladan jooga iyo kuwa kelimadaas maqlahayaba inay gacan ku nagu siiyaan oo ka qayb qaataan ayaa loo baahan yahay. Ilaahay baa wuxuu leeyahay qur-aankiisa, wa tacaawanuu calaa albirri wataqwaa walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan. wuxuu kaloo Ilaahay aayad kale ku leeyahay, innamaa yacmuru masaajid allaah man aamana billaahi walyowmi alaakhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إلهي سبحانه وتعالى حين جيه لقوة خير كاس كغيب قاتا مركب قفك سواء نجا نجمدة وحن أقول يرينا أنت وقت جهيستو وجانس كهيستو ونفط هيستو ومالك وقعنتي سكوت كل مالك وأبو بحية لما أنت المسلمين تنا كوا غيب قاضنه وحي أنه أول نتاقد أنه أي تهي oo aanu ka hormarsanno Ilaahay agtiisa kayd wanaagsan iyo akoonka Ilaahay aynu ku ridanno xoolo ku shubanno. Ilaa hadda akoonka Ilaahay ku shubatid waa Ilaahay wuu ku laalaabayaa, waa ku xiftinayaa. Marka inaad ka wada qayb qaadataan ayaan rajaynayaa, ixsaanna aad samaysaan oo naftiinna aad u samaysaan walaalihiina aad u samaysaan. Ilaahay baa bedelkiisa wuxuu kaaga dhisayaa maalinta aakhira, guri weyn ayuu kaaga dhisayaa maalin aad baahi badan tahay. Wax ku kaalmaynayana aan la arag ayaa xoolahaaga Ilaahay aad la baxday guri Ilaahay aakhira uu kaaga dhisayaa. Marka insha allahu waxaan rajaynaynaa naftayda iyo naftiina baan u dardaarmayaa inaanu ka qayb qaadanno guriga Ilaahay oo la dhisahayo, acmaasha kheyrkaana aanu sahmi wanaagsan ka qaadanno, xoolaha akoonada noogu jirana inta nafta ay nagu jirro aanu Ilaahay hortiisa geysanno, walaalaheenna aanu taageerno, muslimiintana aanu caawinno.
gudoomiyaha jamciyadda Al-Furqaan Yasiin Cabdinaasir Cali iyo waliba gudoomiyaha mashruuca lagu iibinayo markaska Al-Furqaan Sheekh Muqtar ayaa iga waramaya ujeedka mashruucan iyo waliba munaasabada ciida. Waxa walaalaha dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan dalka waddankan Western Australia, Australia oo dhan, Soomaaliya, caalamka intiisa kale dhammaan insha Allah waxaan u direynaa ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Arrinta ugu muhiimsan halkan u taagana maanta Western Australia, halkan aan ku ciideynaa dhammaan muslimiinta intooda kale tan la ciideynaa. Waxa ugu muhiimsan arrin culays haysata gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee Western Australia. Arrintaas asalkeedu waxa weeye inaanu community-gu aysan lahayn markas waxaan ka wadaa community center oo community-gu danaheed ay ku gudato. Hadday ahaan lahayd meel ay dhalinyarada ku tababarato, waalidiintu isugu timaado, odayaashu isugu yimaadaan, xafladahooda ay ku qabsadaan, ay ku aruursanaadaan oo ceebtooda ku qarsadaan. Arrinta hadda ay Furqaan u istaagtay oo bilowday waa arrintaas. Insha Allah waxay noqon doontaa meel lagu tukado, meel waxay noqon doontaa insha Allah gaar ahaan Soomaalina asal u ah, ummadda oo dhanna asal u ah Islaamka insha Allah. Waa mashruucan hadda ay Furqaan bilowday, waa mashruuc soo jiray ilaa iyo waqti dheer, marxalada kala gooni ah soo maray. Furqaan haddana kaga warqamo waxay jirtay 16 sano ilaa iyo 1998 ba la abuuray. Walaalo badan baa gacanta ku soo hayay, wanaag badan bay abuureen, hanti bay hadda leedahay. Waa urur ka rajis garaysan gaar ahaan Western Australia oo sharciyeysan charitable organization ah. Wuxuu raangarayaa 2 markas, wuxuu raangarayaa ilaa iyo 4 iskuul ku dhowaad, wuxuu qabanqaabiyaa muxaadarooyinka, wuxuu qabanqaabiyaa ciidaha hadda sida midan oo kaleeto. Marka arrinta ugu muhiimsan haddaan u taaganahay, walaaluhuna u taagan yihiin, shacabkuna u taagan yahay, waxa weeye in loo midoobo sidii loo abuuri lahaa markaskaas iyo musallahaas. Insha Allahu waa meedda hadda meesha ka muuqata dhul waxaa jira hadda ilaa iyo 5 kun oo mitir oo square beec ah oo ururku uu dadaal u galay calaashaan in ummaddu ay iibsato. Waa fursad aan haysano, waa fursad aan ka bixi karno haddaan gobolka gudihiisa nahay, haddaan ummadda kaleto banaanka joogta aan xataa ay gacan ka geystaan. Intaasaa noogu muhiimsan. Mar labaad baan waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhayr, ciidukum mubaarak insha Allah. Ciid mubaarak wa kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan dhammaan muslimiinta halkan uga tahniyadeynaynaa ciida ciid al-adxa ee mubaaraga ah, khaasatan dadka Soomaaliyeed caalamka meel ay ku kala sugan yihiinba aad baan idin wada salaamaynaa. Waxaa isugu kaana darmatay maanta 2 farxadood, ciidii farxaddeedii iyo ciidda maaragtay ay mashruuca masjidka khayriga aynu ka hadalnay annagoo u taagan. Runtii farxad bay noo tahay, ilaahayna subxaanahu watacaala aan kaga dalbayno inuu ajir iyo khayr ka siiyo qof walbo ka abaal wax ku darsada. Runtii sidii walaalaha ka wada shanqadhiyeen, waxa weeye hawsha ugu masjidka ugu muhiimsan in maanta dirayno in mashruuca masjidkana lagala qayb qaato. Magaaladan Beetho ay ku nool yihiin Soomaali tiradooda ilaa 4 ilaa 6 kun gaadhaysa, oo aan lahayn weli maaragtay saldhig ama markas ku haboon dacwada ama maaragtay salaadaha, in aan leenahay meelo yaroo kiraysan bas ah. Laakiin hadda aan rajaynayno insha allahu lmowlaa inaan dhisanno markaskaasi. Haddaba waxaan leenahay walaalaha muslimiinta reer Australia iyo caalamka dhammaantoodba inay ka wada qayb qaataan mashruucaas dhulka beeca ah oo lacag 4 milyan ah nalaga rabo muddo sanad gudihiisa. Aana rajaynayno insha allahu inaan helno 4 kun oo qof oo min $1 nagu deeqa insha allah, ama sida aan maaragtay ay mashaariicda ama websaydyadanada ama Facebook iyan ku iclaaminay waraaqahaasi in saddexdaasa liruuxi gata sadaqa jaariya aakharadiisa adduunkiisaba uu ka ilaahay subxaana wa tacala kaga ajir dalbo, salli uu gata nafsadiisa iyo labadiisa waali saddexda qofki gadan kara, ama 2 salli gadan kara, ama 1 salli gadan kara. Salligiina wuxuu koosti garaynayaa lacag $800 iyo $16. dhammaan qof kasta oo muslima oo codkayaga gaadho waxaan rajaynaynaa inay nagala qayb qaataan mashruucaas. Saan ku heli lahayn maaragtay dhulkaasi ay waxaa ku yaala dhismo weyn
oo maanta saalix u ah inaan u isticmaalno masjidka isla sidaas aad baan idin wada salaamaynaa ciid mubaarak wa kullu aam wa antum bi khair bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wal aaqibatu lil muttaqiin wa la cudwaana illa ala adh-dhaalimiin magacaygu waa axmed cusmaan shibiin in ciid mubaarak dhamaan ummada soomaaliyeed oo ku nool west australia Perth iyo soomaalida inteeda kaleba waxaan leeyahay ciid mubaarak in waxaan leeyahay oo aan ku boorinaya soomaalida ku nool magaalada Perth inay u istaagaan in masaajidkan loo aruriyo lacagta waxa wax lagu farxaa inaannu dhowrkun ku joogno Perth waxa iyaduna wax laga naxaa inaannan lahayn center weyn oo macna leh oo aanu isugu nimaadno oo Islamic center ah inaannan lahayn marka waxaan ku boorinayaa dhammaan soomaalida degan magaalada Perth inay u istaagaan sidii masaajidkaas loo dhisi lahaa loo dhaqaaleyn lahaa cagihiisa loogu istaajin lahaa oo meel fiican loo gaarsiin lahaa arinta aad baan ugu boorinayaa waxaan inta hadalkay ku soo gabagabeynayaa ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr kullu soomaalida joogta Perth iyo caalamka oo dhan ciid mubaarak salaam bismillaahir rahmaanir rahiim xasan maxamuud suugle oo jooga western australia in Perth waxaan doonayaa inaan halka uga hambalyeeyo ummada muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan inaan ilaahdo ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr waxaan idinka rajaynayaa ciidan ciideeda in maaragtay ilaahay ina gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash inagu gaarsiiyo waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa marwooyinkayga oo ku ciidaya in Melbourne hodan xasan cabdullaahi deeqa cabdullaahi axmed nuur dhammaan caruurtayda oo qaar ay ku ciidayaan soomaaliya qaarna halka ay igula ciidayaan qaarna in Melbourne qaarna Australia intaa kadib waxaan rabaa inaan idhaahdo mashruucan ballaadhan ee halkan lagu soo diyaariyey masjidka Al-Furqaan Islamic Center waxaan ugu baaqayaa muslimiintu meel kasta oo ay joogaan not only West Australia meel kasta oo ay joogaan inay ka qayb qaataan ugu tabarucaan dhaqaalahaas loo qoondeeyey waxa example hadii loo soo qaato buy a house in Chennai buy a house in Chennai it is a very important marka waxaan leeyahay ka qayb qaata meel kasta oo aad joogtaan walaalaha muslimiinta ah si ay u helaan Islamic Center awlaadooda iyo ilmahoodaba ugu xifdidaan waxana ay diyaariyeen laba meelood oo kala duwan si dadka ay ugu dukadaan iyadoo la keenay qalabka caruurta lagu maaweeliyo iyo waliba cunooyin meesha lagu iibiyo si loogu tabarruco mashruuca iibinta markaska Al-Furqaan iyadoo munaasabada ciidda awgeed ay kaga codsadeen muslimiinta meesha timid gaar ahaan soomaalida inay gacan ka geystaan hanashada markaskan oo mustaqbal ifaya u noqon doono ubadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan galbeedka Australia. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ciid mubaarak. Kullu aam wa antum bi khayr. Halkaan waxaan ka salaamayaa hooyaday Saakin Yusuf oo Hargeysa ku nool. Waxaan u rajaynayaa caafimaad dheer insha Allah iyo walaaladay Bashiir Mukhtar, Fawziya Mukhtar, Kawthar Mukhtar. Waxaan kaloo salaamayaa adeerkay Axmed Almar iyo ciyaalkiisa oo igula nool this city in Perth. iyo haaskayga Amran Maxamuud Cabdi oo aan aad u jeclahay una rajaynayo caafimaad dheer insha Allah halkan waxaan ku haynaa project loo dhaw Furqaan Islamic Center oo aan rabnay inaan ka establish gareyno in Perth una sameyno insha Allah community-ga muslimka especially Soomaalida waxaana rajaynaynaa qof kasta muslimo oo ku nool adduunka nagula nool in this city or other cities in Australia inay nagala qayb qaataan hadii Ilaahay raaxdo. It's just a charity. Wax $10 aad ummad ugu qaban kartid baa waxay u dhisi kartaa wax weyn oo for the rest of their life ay ku hirtaan ayna noqoto meel ay ku cibaadaystaan hadii Ilaahay raaxdo. Asalaamu calaykum wa rahmatullah. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa wa diin. Wa sallallaahu calaa nabiyyina Muhammadin wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam. Waxaan muslimiinta caalamka dhammaantood aan leeyahay ciid wanaagsan kullu sana wa antum tayyibun waxa intaa xigta waxaan si khaasa aan u salaamahayaa oo aan u leeyahay ciid wanaagsan dadka soomaalida ah caalamka meel kasta oo ay ka joogaan waxaan hortaagnahay mashruuc ay walaaluhu wadeen oo ahaa in masjid lagu sameeyo
وحن رجين هيا مسجد كان مشروعا أي ناس وحيان ومركز وين أو أي لعج كوبا حيث تقريبا أفر مليون إن أي كقب قاتان خاصة ورا لها صوماليات إن نبغى وضع بندقة ندرك مسلمين تهورا لكن ورا لها صوماليات سي خاصة وحلقة يا وقفك إنه يده هذا أفر مليون ويبلنتها لكن هدي هذا قريب الصو وحلقة يا با إن أي بشي كوسوا جاكتو بقول يكنتن كلية وده السنة بقول يكنتن مع بقول يشان يتبان دولار مالنتي هدي أذ بحسه أفرتني لح دولار يكنتن سنتي مساعدك أسواد اسمها هي مركب وحن ولا لها صوماليات سخاصة أنا ولا هي كقريب قات هدي الله سبحانه وتعالى ويراه ذو مجالنا كنا والله هي أوبيث ما أي لها مركز كما أي لها ذات كصومالي ذو أي سوي مادان أو أي دناه ذو كقبسدان وعلمه هذا يكون تربية استان وأنا أرين أد مهم أو وحن الدرامي كرا أباها أم هوية الصوماليات أو لتشوك تقربها ونوهينين مركز أي يقولي هنا شؤون تودي أرمه هذا أي كده ما يسترتان قف كاس أي سرنا قدرامي كرا عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير مسلمين تملي جوجان بكارهان صومالي ذا ملي جوكتو عيد مبارك بان لي هاي عيد عيدا عيد أوحى عن الله عيد مبارك إن يونيفرسيتي تيفين وآد بانو سلام يا إن ماشي محاكم وغدا مسجد رودي سي مجال البيت مسلمين تميري جوكيان بحان لينا هاي نلا كالمية أنو مسلمين تبادة ما تقانينا مساعد كان الإستان وبالله توفيق سومالي دو ميري جوكتار دون وسلام يا قارهان إهل كيغا ميري جوكيان نكي قرني موقعي قودن يونيفرسيتي تيفين وسلام يا بافي كل عام وانتم بألف خير تقبل الله منكم صالح العمل وحنا هلكن اوغاد تهانيين يا دمان امه المسلمين تا ميل بو جوان غارهان المشروع عمر دخوينه يا دمان عيد ولبو غارنيسو ان marka xigta waxaan dhamaan walaalaha muslimiinta gaar ahaan Soomaalida aan ugu boorineynaa inay misaaadkan ka soo qayb qaataan Masjid Al Furqan Islamic Center oo runtii misaaad aad u weyn oo baxweyn umada muslimiinta iyo carruurta jiilasha soo koreyana aad u anfacaayo waxaan mar labaad iyo mar saddexdan dheelayn inay misaaadkan ka qayb qaataan mashruuca assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Arda Deeriye aan waxaan salaamayaa dhamaan umada muslimiinta ah ee isugu timid ciidda iyo TV-ga Universal oo halkan nagu soo booqday baafe alxamdulillaah thumma alxamdulillaah aan waxaan u kaanbay gareeyneyna masajid ay yeelato umada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Beth sida daraadeed waxaan rabnaa in laga qayb qaato masajidkan oo khayr ah oo dumarka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan sida ila tahay waxa ku filan hal bila oo qof walba u bixiyo inta daycare ka soo gasho insha Allah ayna finayno tahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ana fursadaan ka faa'iideysanaya waxaan salaamaya hooyaday macaan Maryan Jaamac oo ku nool magaalada la yiraahdo Bursaalax iyo walaaladay oo jooga magaalada Gaalkacyo Bursaalax iyo dhamaan ummada muslimiinta iyo alxamdulillaah intii islaana assalaamu alaykum warahmatullahi waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan ciid mubaarak especially family-geega oo Melbourne jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak eedaday eedooyinkay walaalahay especially walaalkay Abdul Qadir oo jooga magaalada wadanka New Zealand especially Hamilton ciid mubaarak walaal macaan aan sidaad arkaysaan aan tabeelahan iga dambeeya ee masjidkan Furqan Islamic Center ayaa waxa la doonayaa in Soomaalidu ay yibsato isla markaana uu noqdo markaas aan ardada Soomaaliyeed ee caruurta ku dhalatay dalka Australia ama kuwa ku noolba ay u noqoto meel ay wax ku bartaan ama ay ku cibaadeystaan iyo waliba meel lagu tarbiyeeyo caruurta sidaan ula socono Soomaalidu markii qurbaha ay soo gaareen dhibaatooyin aad u farabadan ayay kala kulmeen waxana ay u guntadeen sidee u heli lahaayeen meel iyagu u gaar ah oo hawlahooda adduunyi akhraba ay ku sameystaan markaskan Furqan Islamic Center walaal halkan aan kula kulmay ayaa ugu baaqay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dunida jooga gaar ahaan kuwa ku nool Australia iyo magaalada Perthba in masjidkan ay la iibiyaan marka ugu horeysa aan ku hadlayo magaca ismada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan gaar ahaan kuwa ku sugan arradan Australia iyo Perth kana mid ah ducada gobolkan Beth ku nool ama gobolkan WA waxaan umada muslimka meel kasta ay joogaan waxaan u dirayaa salaanta tahniyada ciida ciidul mubaarak maal caaydin kullu sana wa antum tayyibin
وحان رجينا عيدا عيدا ذاك الأحضان هاي قارهان ومدى الصوماليات بشبش يا برواغو إلهي سبحانه وتعالى إنو نقول له يعني عزي يا شرف إنو نوغار سيو لبعتضا إيو أبارها إيو وحيابها علاضها نقولها بسنة إلهي ونقض القاضو قضبكا وحا حياء ما أنت ولا اللي يلساو جيدان هل كان وحا إنكا قمو غندونا برنامج أنو قطر قلني مساجد لقرن سيدونا مقالة بارث أو مدى الصوماليات نرنتي آد وقفر بانتهاي وحان مهد بالله رمج جدين قدقي سوق بن قابيي أرنتان أو إلى مدة دوري 8 سنة سوى ذي أولي رادو المؤسسة فرقان أو آدي آدو غشا غيري سدعوة قبل كان إلهي خيراسي ورقي سبدالي لحية 8 سنة وتطبيق 8 سنة رقي آدو فربضان باكسو شغيي هي رقم ما أنت وضبا وحاميسا نتكلم وضا مشروع لصوب بندقي أو لدونا أيو إن دادك مسلمين تا أي كفا إليستان أين آخر الله وحقتان هل كان وحاين كلام وغدا سيدا أتصور كاكو أركيسان إن مال لغوها يو بول شمبراد وكون كل حجرته وحاين تلمامي سأل النبي عليه الصلاة والسلام حديث وهذا كور كهالي أو شاقي قفكي إلهي درتي سبحانه وتعالى مال إنتا لاغ بول شمبراد بألها كدقة إنتا لاغ بيد إلهي أصمي أو غيب غاطة إنو إلهي سبحانه وتعالى أقوب بدل دونه بيتا في الجنة هذا هو وحير بعد قاطي أو لاغ بول شمبراد لكن إلهي وحكوكو بدل إياه يعني بيد إيا قري وين وجنة ذكو يالا مركا إنو كفا يسنى فرصة داس مالكستو ومدى الصومالية دا مانتا أفكا كو هذا الشيء مقليسة داوان دو تبرامشكا وحان كعوصة إنا أون أون غيارينا إنا كغيب غاتان برامشكا خيريكا وصدق جارية وحي مارتي فريما وحا لغسو أغا جين دونا رقا هالكا إذن كغيب مغلا مغا عيوضا لغسو بنيك دونا شاشد ولالكن باف الله خير سيو ilaayna jazaa wal maraakas iyo general kan maanta arintan ka soo qayb qaatay universal aad bay iyagu u mahadsan yihiin walaalayaal ku soo hagaajiyay oo maarta wixii fariima account halka ka muuqda furqaan ay leedahay oo shaashada ka muuqan doona insha Allah waxa kale oo naga soo xiriir doontaan lambarada halka ku yaala hada sida muuqata sira 4 bay ka bilaabanayaan laakiin waxa lagu soo galaya dalka +610 way ka baxaysa +614 labadan number soo isticmaalay insha Allah meel kasta joogtaan anigu magacaygu yahay Xasan Maxamuud waxaan aad maartay ciidan ciidan noo soo gashay anigu taaniyeenaya umada Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bil khair gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa maartay family-geyga oo meel kale badan jooga sida Kenya iyo Ethiopia gaar ahaan hooyaday oo ku nool gudey iyo aabahay iyo walaalahay ee dooyinka adeeraday ee inta maartay garanaysaba aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay عيد مبارك عيد مبارك العام وأنتم بالخير أبو بشير عيد مبارك أبو بشير مبارك مسلمين تدمان ميلو البوتشو كان عيد مبارك يا الله هاي مركب كوباد وحان انت عيد مبارك لا ولا شيء معان أنا يسوع على قبدار وكنا المراكن كا عيال كذا سوداي سريم رويدو يا حذيفي سيجي ذا أحمد عرب دمان غير عرب كوريودن مد حكت وحان الله هو يدي معان عيد مبارك وعاكلون عيد مبارك على الله هاي een walaalkay xasan cali oo ku nool mareekanka iyo xaaskiisa canab walaalkay een asagana abdi cali faarax oo asagana ku nool een kanada waxa kale oo ciid mubaarak aan leeyahay een dhamaan reer maxamud weerar meel kasto joogan waxaan ciid mubaarak leeyahay abtigay sheekh wali waxaan ciid mubaarak leeyahay abtigay een abdi yare waxaan ciid mubaarak leeyahay abtigay farole waxaan leeyahay ciid mubaarak saaxiibadeeda qaar ee firdowso saaxiibadeena steexo dhamaan inta maqray muuqay taqaan waxaan ciid mubaarak leeyahay eedaday macaan oo joogta ayadana ingiriiska assalamu alaykum eid mubarak happy eid to all of the somalian community all throughout the world you're a great community and have a great eid thank you bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum halka waxaan ka salaamay markii ugu horeysay walaalkay baafa markuu ku xigtana inta muslimiin oo ciiday ciid mubaarak leeyahay anoo magacayga faadma xasan aadan ah salaamu alaykum ciid mubaarak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وعم فيصل عبد العلمي وحن هلكن كسلام يا دمان أهل ذي قراءة ذي ذا كنا ولا دونك دعالة ذي ذا قرانا بهي ولا له كنا أستراليا يهوي ذا علمي ذا كنا أفريقيا ذا أيه أبوي أمدورن سلام كدي بحن أمد الصومالي أمد إسلام كورن وهم بليان عيدا مارتي فرحة ذي ذا نسلا بذا قبسنا إن شاء الله وحن ليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قم معي أبشر وحن سلام أمد إسلام كأدريا waxaan leeyahay ciid mubaarak salaan kadib aniga fursadan haysto ka faa'iideysanayo
وحان سلام يا أهل كيغا هويدا معان حبيب محمد ديري أو مرايكن جوكتا يولا الله هاي كل قد أنسوك كوبي كرين يا صحابتي دان يا دادك يا صحابتي داوانا سنتي إلا دقن مقالة ودك أسرالي مقالة بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدي هوري أيا وحان كل عيدي بقلال الصومالية مقالة سيدني حرمتا قبل كان نيو ساوت ويلز يدو عيدي كسي هوري سينا عن فرصة سيني صومالية كنول مقالة ملبون قبل كفكتوريا ciidan waxay noqonaysaa inay fursad u helaan Soomaalida ku nool gobolkan galbeedka Australia si eheladooda saxaabtooda ay dunida meel walba ay joogan halkan ugu salaamaan hadii Allaah uu dalaydmana ciida soo socota waxaan rajaynayaa inaan kula ciido Soomaalida ku nool gobolka Queensland caasimadiisu ay tahay magaalada Brisbane.